ولذلك لما تشوف صورة فوتوغرافية ماخذها مصور تلاقي مكتوب تحتها بعدسة فلان، تستعيض عن هذه الآلة كلها بلفظة العدسة، الجزء الأهم في هذه الآلة الجميلة. بسم الله الرحمن الرحيم. العدسات العنصر الأهم في الكاميرا والكاميرات الاحترافية. العدسة هي عين الكاميرا، وصناعة العدسة الخاصة بالكاميرات صناعة دقيقة جدا، يعني يكفي أنك تعرف أنها تستغرق 6 أسابيع لصناعة عدسة واحدة، وأنه في حال كثير تكون العدسة أغلى من الكاميرا نفسها. أسعار بعض أنواع العدسات ممكن يصل من 20,000 إلى 30,000 دولار، 120,000 دولار، و حتى تم صناعة عدسة كاستم ميد لشخص كانت كلفتها 2 مليون دولار، طولها حوالي 1.2 متر، وزنها 60 كيلوغرام، وقطرها حوالي 42 سنتي. وكثير من العدسات التخصصية سعرها غالي جدا، وإذا أخذ بعين الاعتبار الوقت والطريقة والآلية اللي بتم فيها تصنيع العدسة يمكن نعرف سبب هذا الارتفاع في السعر. العدسات بتم صناعتها من زجاج خاص له خواص عالي جدا. هذا الزجاج في حالته الخام تقريبا الكيلو كلفته 1,000 دولار، وهو خام، ولذلك لما بيتم تقطيعه بشفرات ماسية بيراعه تقليل الهدر ما أمكن، لأنه هو أصلا كمواد خام غالي جدا. بعد ما يتم قصه بالطريقة المناسبة والمطلوبة بيتم معالجته، يعالج بالشمع ويعالج بالزفت ويعالج بالكشط وبالطلاء وبالالاينمنت المحاذاة. هذا العمل يستغرق وقت طويل جدا، يصل الى 6 أسابيع، وكل مرحلة يكون في هناك العامل الفني نفسه يمسك العدسة وبدقق فيها، وتكون داخل بيئة نظيفة جدا، اي قطرة غبار اي ذرة غبار على سطح العدسة بتتلفها. وخصوصا انه العدسة كاسم هي ليست عدسة واحدة، هي مجموعة من العدسات الاحادية داخل اسطوانة حديدية معدنية زي هذه على سبيل المثال، ممكن يكون فيها 12 14 16 18 عدسة في الداخل، وكل عدسة يكون في بينها وعدسة المجاور لها مسافة معينة مضبوطة، والمعادلات اللي بتضبط صناعة العدسة معادلات معقدة جدا، احنا مش بصدد ندخل فيها. انا نحاول تبسيط الموضوع الى اكبر حد ممكن. يعني هذا على سبيل المثال، هذه العدسة اللي موجودة راكبة على الكاميرا، هذه العدسة اجزائها عدة أجزاء، هذا جزء وهذا جزء وهذا جزء وهذا جزء وهذا العدسة أيضا جزء وهذا جزء، كل هذولا بدخلوا في تكوين هذه العدسة، يسموها برميل العدسة أو أسطوانة العدسة. السبب الرئيسي لجعل، طب في أسباب كثيرة، السبب الرئيسي لجعلها مجموعة من العدسات مش عدسة واحدة هو علاقة هذا بالضوء وطريقة تعامل العدسة مع الضوء الساقط عليها. احنا سابقا تكلمنا عن قوس قزح، وقلنا انه قوس قزح يظهر في السماء نتيجة انكسار شعاع الشمس داخل قطرة الماء الدائرية، وبانكساره بتتشكل الوان الطيف 7، وكل لون من هذه الالوان له طول موجي مختلف عن الاخر. واحيانا في المعمل اذا اريد انه يتم انتاج هذه الالوان بتم تسليط الضوء الابيض على منشور زجاجي بزاويه، ويخرج بالوان الطيف 7 اللي هي تبلش من احمر البرتقالي الاصفر الاخضر الازرق النيلي البنفسجي. الان قد يتبادر السؤال، لماذا تحدث هذه الظاهره سواء كان في القوس قزح او في منشور الزجاجي؟ صحيح انه الضوء لما ينتقل من وسط الى وسط، بمثال قوس قزح ينتقل من الهواء الى قطره الماء، نفس الشيء بالنسبه للعدسه من الهواء الى الزجاج، تتغير سرعته، وبتغير سرعته يحدث انحراف، يحدث زيغ احيانا بيطلقوا عليه، لانه الضوء الابيض اللي يتكون من الوان الطيف 7 كل واحد منها له طول موجي مختلف عن الاخر. فلما يحدث الانحراف عند دخول الوسط الاخر كل واحد منهم ينكسر بزاويه مختلفه عن الاخر،
يعني إذا بتقرب هذا المثال، افترض أنك أنت طالع من المول وبتدفع عربة التسوق على أرضية الرصيف، وفجأة دخلت على منطقة ترابية بزاوية، دخلت عربة التسوق بزاوية بحيث أنه العجل الأمامي الأيمن بدخل في البداية، مجرد ما يدخل الأرض الترابية هذا العجل تتباطأ سرعته، العجل الأمامي الأيسر يكون لسه سريع فيتقوس كأنه بيتجه باتجاه العجل الأمامي، وبالتالي زي بصير انكسار انحراف زيخ. هذه خاصية من خصائص الضوء، لأنه علوان الطيف كل واحد له طول موجي مختلف عن الآخر وينكسر بطريقة مختلفة. لأن لتصحيح هذا الشيء داخل العدسة يتم تصحيح العدسة من مجموعة من العدسات الأحادية، بحيث أنه كل عدسة بتسلم العدسة الأخرى شعاع بتم تصحيحه إلى أن تصل إلى حساس الصورة داخل الكاميرا. ولذلك عملية صناعة العدسة الخاصة في الكاميرات عملية أصعب وأعقد بكثير من العدسات التي تصنع على سبيل المثال للتلسكوب والمايكروسكوب والنظارات الطبية والعدسات اللازر. السبب أنه هذه العدسات يقصد منها المشاهدة من خلالها، المشاهدة وفقط المشاهد، مايكروسكوب أو تلسكوب أو نظارة طبية، بينما في الكاميرا يراد لهذا المشهد أن يسجل، وبالتالي مواصفات المادة التي يستعملها عدسات الكاميرات والطريقة والمعالجات المختلفة تكون مختلفة كليا عن أنواع العدسات الأخرى. ولتوضيح فكرة انحراف أو زيغ الضوء عند مرور في العدسة ولماذا يتم صناعتها من مجموعة من العدسات لتلافي هذه الظاهرة، لافترض أنه في عندنا هذه عدسة محدبة، هذه العدسة إذا سقط عليها ضوء بينكسر باتجاه الآخر، وعند هذا هذه النقطة في مستوى اسمه مستوى البؤري، لو كانت هذه عدسة واحدة وحدثت الظاهرة تكلم عنها انكسر الضوء الأحمر ابتعد عن البرتقالي عن الأصفر عن الأخضر، وبالتالي راح يكون في أكثر من بؤرة، بؤرة للون الأحمر، بؤرة للأزرق، بؤرة للنيلي وهكذا، وبتكون الصورة واضح فيها الانحراف، فيها حواف لونية مش مقبولة. شيء آخر يتم معالجته بالعدسات اللي هو توهج العدسة أو ما يسمى باللينز فلير، أنه أثناء التقاط صورة ممكن يكون في مصدر ضوئي داخل في المنظر ما هوش علاقة بالصورة، بعطي توهج في نقطة معينة من المشهد المراد أخذه. ولذلك كثير من أو معظم العدسات الاحترافية بتلاقي موجود كفر للعدسة، هذا الكفر لعدسة 500 مليمتر، هذا الكفر يمنع مصدر الضوء القادم من أماكن خارج حدود المنظر. وأهم شيء توصف به العدسة اللي هو البعد البؤري، واستنادا إلى هذا التصنيف تقسم العدسات إلى نوعين، عدسة يسموها برايم عدسة أقلية لها بعد بؤري ثابت واحد، وعدسة يسموها زوم لينز ممكن تغيير البعد البؤري لها. يعني على سبيل المثال هذه عدسة زوم لينز من 55 مليمتر ل 300 مليمتر، هذه عدسة من 150 ل 500 مليمتر، وهذه تسمى التليفوتو لينز. هذه عدسة تقريبا يعني من الرينج المعقول 18 ل 105، يمكن أخذ كثير من المناظر من خلالها. هذه عدسة تركب على سمارت فونز، تعتبر بالنسبة للسمارت فون تليفوتو لينز، وبناء على البعد البؤري للعدسة تصنف العدسات إلى نورمال لينز اللي هي العدسة الاعتيادية، تقريبا هي بتكون من 35 ل 50 مليمتر، أنها بتجيب زاوية تقريبا 55 أو 60 درجة مشابهة لزاوية الرؤية عند الإنسان. عدسات التليفوتو لينز تمتد 200 300 400 لغاية وصلت 1600 مليمتر. في عدسات وايد رينج بتجيب زاوية عريضة جدا، في عدسات فيش آي بتجيب 180 درجة، حتى انه كانون انتجت فيش آي لينز الفوكال لينث تاعها 6 مليمتر، وتوصف بانها ترى ما خلفها، مش بس 180 درجة، توصف بانها ترى حتى ما خلفها. يوجد عدسات للأشعة تحت الحمراء، يوجد عدسات للأشعة فوق البنفسجية، ويوجد عدسات تسموها الماكرو لأخذ صور قريبة للسام زي الحشرات أو ما شابه. الحقيقة أنه العدسات علم العدسات وعلم البصريات،
علم قائم بذاته له قوانينه ومعادلاته وفصول المختلفة وتعقيداته اللي احنا مش بصدد الدخول فيها نهائيا. يكفي انه نعرف انه في انواع مختلفة من العدسات، كل عدسة لها تطبيق معين، واذا كنا نتكلم عن التليفوتو لينس كل ما زاد الفوكال لينث او البعد البؤري كل ما زاد طولها، كل ما زاد وزنها، كل ما زاد حجمها. يعني هذه فقط 500 مليمتر وزنها تقريبا 2 كيلوغرام هذه العدسة. لما نتكلم عن 1200 او 1600 قلنا انه في عدسة وصل وزنها 60 كيلوغرام، وتعتبر العدسة اهم جزء في هذه الآلة، هي عين هذه الآلة، اهم جزء على الاطلاق. قبل ما حساس الصورة او الامج سنسر يستقبل المعلومات من خلال العدسة وتم معالجتها، يجب ان يصب الاهتمام على اختيار هذه العين اللي من خلالها ترى هذه الآلة المناظر وتسجلها. الصفة الأخرى اللي ترتبط بالعدسة اللي هي مهمة جدا، فتحة العدسة Aperture، وكل عدسة لها فتحة تقاس بما يسمى بالF number أو الF stop، وتكتب F slash ثم الرقم. كل ما قل هذا الرقم كل ما زادت فتحة العدسة، كل ما كانت العدسة أفضل. وبالنسبة للزوم لينسز كل ما فتحنا الزوم زاد الزوم، كل ما قلت فتحة العدسة، فتحة العدسة تكون فيها مش ثابتة. وفي بعض العدسات ظلها العدسة ثابتة على الرغم من تغيير الزوم، طبعا هذه غالية جدا. ومرة ثانية أهم شيء في هذه الآلة آلة التصوير هو العدسة، ولذلك لما تشوف صورة فوتوغرافية ماخذها مصور تلاقي مكتوب تحتها بعدسة فلان، تستعيض عن هذه الآلة كلها بلفظة العدسة، الجزء الأهم في هذه الآلة الجميلة. الايزو على الرغم انه عمود من الاعمدة الثلاث اللي بتشكل الاكسبوجر مع الشتر سبيد ومع فتحة العدسة، لانه فيزياء التحكم بالضوء تكمن في فتحة العدسة وفي الشتر سبيد. الايزو عبارة عن زيادة او تقليل الحساسية لشدة الضوء الساطع، والان اصبح مدى التحكم في هذا الشيء عالي جدا. كان زمان الفيلم اللي 35 ملم تلاقي فيه منه 100 200 400 الحساسية، الآن في عندك من 100 ل 3200 6400، أرقام عالية جدا. الصحيح أنه الآيزو لا يدخل في فيزياء التحكم بالضوء، شيء يعتمد على الحساسية للضوء الساقط، وله عيوبه. الصورة بتكون محبحبة فيها حويبات يسموها grainy picture. الكاميرات الاحترافية الحديثة قلت من هذا الشيء، لكن راح تلاحظ انه ما زال هذا الشيء موجود بين عناصر الصورة. وفي كثير من المصورين لا يعتبر الايزو عنصر من عناصر الاكسبوجر، وينصح دائما انه اخر شيء تلجأ له هو الايزو. لما ما تقدرش تتحكم بالفتح العدسة وشتر سبيد للحصول على صورة معينة في ظروف انارة خافتة جدا، اضطريت استخدم الايزو. عدا ذلك حاول دائما تلعب بالعنصرين الأهم اللي هم فتحة العدسة وشتر سبيد. يعني لو أخذنا منظر نهر في أعشاب وشجرات على جانبه ومجموعة من الصخور، وكان هذا المنظر في الليل على ضوء القمر، إذا استخدمت الآيزو مهما حاولت راح يظهر عيوب في الصورة وراح يكون إلى حد ما grainy picture. مصورين المحترفين شو بعمل؟ بروح بلعب بالشتر سبيد، بضبط الشتر سبيد على فرضا 30 ثانية. 30 ثانية تعتبر يعني زمن طويل جدا، في له شروطه انه الكاميرا لازم تكون ثابتة على حامل ثلاثي ترايبود وما يكونش في حركة امام الكاميرا. 30 ثانية بتظل الكاميرا تستقبل المنظر، وبعد 30 ثانية بتك لالتقاط الصورة، تطلع صورة خرافية جميلة جدا مقارنة مع الايزو. فلذلك الايزو يعني عمليا لا يعتبر من العناصر الأساسية في فيزياء صناعة الصورة.